السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد عن كاب هيد. طبعا وقفنا على هذول حقين حركات الصعبة. خلونا نجرب مرتين، إذا ما نفعنا إذا ما نفع نروح جيم ثاني. خلونا نبدأ على الإكسبرت. أوكي الحين كذا نكون بدينا. أول حاجة نقتل فوق، بعدين نركز على هذا، بعدين نقتل فوق ونرجع. لحظة أفكر نسوي حاجة قبل. أوكي الحين جيتينا، هذي بدنا ما استعمله. فكر حول هذي فتصير هذي دمجة ضعيف بس تلحق. شير تقتل الحشرات اللي فوق وانا قاعد فاضي. فارجع لكم محمد. اوكي شير قاعد اضرب. اول ما هذا على طول احاول كذا، شوفوا هذا تضرب اللي فوق وانا اركز على اللي تحت. سوي الماما هو قاعد اوكي معلقه. ما اعترض، انا مستفيد في النهاية. اوكي شوف ملاحظين كيف صارت اسهل، حتى دمج ما في. تلاحظوا انه قاعد عمد يتأخر عشان يجاملها مع هذه الحركة، ما راح تزبط معاه. انا ما عندي مشكلة اقعد كذا لين بكرة. الحين نقتل هذولا هوبا. تلاحظوا ان الذبان لا موجودة. مش لحظة تو صعبت حاجة، ايش بسوى الحركة الصعبة حقته بدري. اوكي خلاص عادي، طالب من الاثنين ما يضربوا مع بعض، وضع في السليم. اوكي رجعت المكان هذا باربعة اتش بي، فالان وضع في السليم. اثنين هذا حرفيا اصعب حاجة في اللعبة. اوكي ما ادري ايش لازم اسوي، لانه انا ما اقدر استوعب انه موجود اصلا. نايس ثلاثة دمج ورا بعض. اوكي اضرب قد ما اقدر من ما يبدي يطلع حد، حط لي اني ما حد هقدر اضربه. ما يقدر خلاص. طبعا خاص من الحين بقطع ارجع لكم في التحول الاخير. اوكي الحين رجعت لكم. شوف كيف نبدا الحركة. طبعا الحين وصلت ومعاي 5 اتش بي. اوكي بحاول هذا علشان اقدر اركز في هذوله. هنا لازم تتجنب منطقة النار، ما تصقع فيها جي، ما تجيب الـ ET وايس ولا دمجتهم ولا حاجة. عارفين أنا في كل لعبة لازم أخسر 3 HP. كان التركيز التام، ما أدري إيش أسوي، خاصة في خطر في نفس تحكم اللعبة. أحيانا أنت تمشي ما يخلي تنقز لما توقف. اوكي تركيز. اوكي ارجع لكم لما اوصل التحول الاخير. اوكي رجعت لكم.
نوايس. لحظة أبعد عشان لحظة هذا الحين كيف التركيز التام. في عند سوبر الأخير ما استعملته مرة ينفع زي هذه اللي هو يخليني ما انظر مرة. شفت لكم الحين معي 5 HP ما ادري كيف فجأة كذا ما عدت اقدر اعديه. بس الحين خلونا نضغط هذه نقدر اجي هنا. هذا بالنسبة لي اصعب واحدة ففعل كذا. الحين بدينا اقعد هنا ما يقدر يدمجني. خلاص مرة طول كي لما اقعد عنده هذا الشيء رسل شوف لك وعارف اني حموت فيها فاجيب له. اوه هذي بطيئة بس برضو قاعد دمج منها مني عارف كيف اعديها. نوايس كان باقي لي شوية افوز عليه. اوكي رجعت لكم. ليش كل ما اتكلم على طول دمج. اوكي هذا مرة بسكت برضو دم. اوكي لا لسه ما سكت. لميسة طيب رجعت لكم الحين. هذا محاول ما راح اتكلم. نايس قتلت نفسي. لا مرة كويس.